السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم صحة والعافية وحياكم الله في قناة المستقبل. اليوم بهالفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن جهازين اللي شفناهم في البرشلونة، سامسونج جالكسي S7 والسامسونج جالكسي S7 Edge. فخلنا نشوف الأجهزة هذه بشكل سريع، نظرة سريعة، خلكم معنا بعد هذا الفاصل. الحقيقة ما تغير كثير في شكل الأجهزة من قبل، ولكن شركة سامسونج ضافت بعض التفاصيل بسيطة في التصميم لأجهزة S7 وS7 Edge من ناحية راوند كورنرز ليكون سهل الحمل باليد. أما بالنسبة لشاشة S7 بحجم 5.1 بوصة وشاشة S7 Edge 5.5 بوصة مع سوبر أموليد كواد HD بانل. أما من ناحية هاردوير ما في أي تغيير بأماكن الأزرار للدقم، زر التشغيل على الطرف اليمين وزر التحكم بالصوت بالطرف اليسار، وبالإضافة إلى فتحة شحن مايكرو USB بأسفل الجهاز ويمها فتحة سماعات خارجية المايك وفتحة سماعة بنفس مكانهم بالجهاز S6 اللي نزل العام. بنفس الوقت توقعنا أن الجهاز راح يكون Type-C USB، ولكن لقيناه أنه مايكرو USB، ولكن من وجهة نظرنا أنها مو ديش الأهمية. في بعض الأخبار جيدة وبخاصة أشخاص اللي عندهم اهتمام بالملفات، فعندك الجهازين S7 وS7 Edge بفتحة ميموري كارد خارجي اللي ما كانت موجودة بأجهزة الـ S6 وS6 Edge وS6 Edge Plus، والحين تقدر تستخدم ميموري كارد لغاية 200 جيجابايت. اللي يحبون السباحة والرياضات المائية واستخدام الجوالات أثناء الاستحمام، فأجهزة S7 وS7 Edge عندهم تصنيف اللي هي IP68 Certified اللي يخلي الأجهزة مقاومة للماء والغبار. أما بالنسبة للبطارية، سامسونج قامت باستخدام بطارية 3000 ملي أمبير لجهاز S7 وبطارية 3600 ملي أمبير لجهاز S7 Edge، وهذا شيء الحقيقة ممتاز من سامسونج. على كل حال جهاز S7 وS7 Edge تدعم شحن سريع وشحن لاسلكي. الحقيقة الجهازين لهم كاميرا قوية 12 ميجا بكسل وفيهم ميزة جديدة اللي هي Dual Pixel Technology. طبعا وما أدراك ما Dual Pixel Technology، باختصار الشديد هي Auto Focus سريع، معناته كل بيكسل راح يكون فيه فوكس، وهذا الشيء راح ينعكس على الأداء والدقة العالية في التصوير، والدليل أن فتحة مالت العدسة صارت 1.7. على فكرة ضغط مرتين على زر رئيسي يفتح الكاميرا في لمحة بصر. من ناحية الكاميرا الأمامية فيها فلاش لكي يكون سيلفي أكثر وضوح. أما بالنسبة لسامسونج تاتشويز اللي هي يوزر اكسبيرينس صارت أفضل، أسرع وسلس، ونفس الوقت أجهزة سامسونج S7 S7 Edge تدعم إصدار جديد من أندرويد ألا وهو مارشميلو 6.0. أما من حيث المعالجات بالنسبة لجهازين سامسونج S7 وسامسونج S7 Edge، سناب دراجون 820 رباعي النوا أو أكسينوس 8 نوا 64 أركيتكتشر، بالإضافة إلى 4 جيجابايت رام DDR4. أتمنى عجبكم هذا الفيديو لسامسونج جالكسي S7 وسامسونج جالكسي S7 Edge. كانت هذه نظرة سريعة بالنسبة للجهازين. لا تنسون تسوون سبسكرايب وتابعونا على قناة المستقبل، بالإضافة إلى إنستغرام وتويتر وفيسبوك. خلكم معنا، في أمان الله.